الغنوة في البدروم. فاروق نجيب. الفنانة القديرة رجاء حسين. بطولة شوقي شامخ، أحمد نبيل، نادية فهمي. الغنوة في البدروم، تأليف محمد السيد سالم، إخراج عايدة عبد الله. حضرتك أكيد غلطان، لأني بصراحة كده لعمري عديت على دكانك ولا قربت من ميزانك. أيوة بس من النهاردة أنت أخويا الشقيق، سيدي لمؤاخذة وتاج رأسي. إيه الحكاية بالظبط؟ في إيه يا معلم؟ ولا جمل؟ جمل؟ أيوة. اجري بسرعة هات لي الجورنال اللي فيه صورة بسلامته. صورة إيه يا معلم؟ صورة حضرتك اللي منورة الجورنال. اتفضل اتفضل يا معلم. مش هي دي؟ اه فعلا دي صورتي، ليلة ما حضرت ندوة عن الشعر بين الأصالة والمعاصرة. أنا يا أبو أكرم ياسي الأصيل اللي شرفت الحارة ونورت بدروم أم شحاتة. ولا جمل؟ عينا يا معلم. اجري بسرعة هات لنا اتنين شاي من المعتبر وتعميلة من اللي هي. حاضر يا معلم. حضرتك بقى من غير مؤاخذة زي ما بيقولوا أديب أدباتي، مش كده برضو ولا أنا؟ أنا شاعر غنائي، وياما فيه مطربين ومطربات غنوا كلامي وطلعوا به لفوق قوي، بس يا خسارة. وخسارة ليه يا سيدي باشا؟ لأن للأسف في فرق كبير بين اللي بيكتب الغنوة وبين اللي بيغنيها. وعلى العموم أنا تحت أمرك يا معلم. يا حبيبي يا حبيبي، ده أنا اللي تحت أمرك، ده أنا اللي في عرضك وخدام جنابك. هي ايه الحكايه بالظبط يا معلم؟ الحكايه وما فيها اني غاوي مغنى نفسي بقالي الصيت زي سعيد بلوزه وخضر العسال اللي كانوا زمايلي ايام الهيصه والموالد. ليه لا يا معلم؟ بس انت يعني انت لا مؤاخذه ما تشيلش هم اللي قال من ساعه تاريخه خدامك. بس دكانك ده لما تخش في الطرب مصيره هيكون ايه؟ مصيره هيكون جوعان ما بيصل مصير اسيل بيه. يعني للدرجات دي بتحب الغنى؟ طبعا، لاجل مرمي السطور وامسك الميكروفون. انا والله عندي صوت وحس، صوت ممكن يجاجل ترماي باللي فيه ويرقص متره الانفاق. انا بصراحه كده كان بودي اخدمك، بس انا يعني لا بس ولا غير راس الاستاذ من اليوم. ولاجل ما تمخمخ كده وتسبك لي الكلام العسل وتسوي لي المواويل اللي هي لحمتك كلها من عندي. ايه بتقول؟ لحمة يا معلم؟ ايوه لحمتك يوماتي من عندي، لا مقطوع ولا لا مؤاخذة ممنوع. دي ورطة ايه بس دي؟ بس انا يا معلم وبصراحة كده انت براحتك براحتك يا الاستاذ براحتك على الاخر، وانا على مو مش مستعجل، انا صابر وهفضل صابر لغاية ربنا ما يفتحها عليك وتقولي. واقول لك ايه يا معلم؟ تقولي تعالى 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 يا غزال غني الموال ده العشق حلال. انا على العموم مش هكسفك يا معلم وهقبل منك اللحمه، بس على شرط. شرط؟ شرط يا سلبي؟ امر امر يا امر، امرك ماشي. انك تفتح لي صفحه في دفتر الشكوك بتاعك عشان اكل حلال وانا بجهز لك الموال، والدفع طبعا حين ما يصر. لا على مهلك على مهلك يا الاستاذ، على اقل من مهلك يا فل الفل يا سيد الكل. تفتكر يعني يا سيراسني لو جاتلك قضية على واحد ساكن بالأوانطة وعايش بالتلام تعمل فيه ايه؟ تعمل ايه؟ ادلقه فورا على الرصيف وبيع هدومه لبتاع الليمون. بس مين ده مش حاتم؟ هيكون مين يا رسمي غير قنديل الحريري؟ قنديل الحريري جاري في البدون شريكي في العتمة. يا اخوي وهو في حد غيره حارق قلبي ومنكد علي عيشتي؟
لا لست مشحاتة، ما تأخذنيش يعني، قضية بالشكل ده مرفوضة شكلا وموضوعا. اشمعنى يعني؟ لأن صاحبنا ومن الأساس شاعر، يعني لا بيفهم في الكونتراته ولا بيتعامل مع الوصولات. يعني إيه معناته الكلام ده؟ يعني أي قاضي لازم هيعطف عليه وهيصعب عليه حاله، وأنا طبعا بقى أنت ما يرضكيش، مش ممكن أخش قضية خسرانة بالشكل ده. طب وأنا؟ انت ايه بس يا ام شحاته؟ انت ايه ده؟ انت من غير اي حكم قطع عنه الميه والهواء والنور، وحبسات في قلب اوضه ما بيخشهاش الا البرده والعتمه. اخ لو كان بايدي اطرده ما كنتش اتاخرت دقيقه واحده. بس انت لو طردتيه هتقوم عليك قيامه الشعر من اول ابو النواس لغايه شعر الاناناس، وساعتها بقى لا هتقدري تصدي ولا تردي. لا يا اخوي، هقول لهم انه مرازي وانه لا بيدفع مليم ولا 20. هيقولوا لك وفيها ايه؟ فيها ايه لو ساهمت معاه في غطان الامل ومواويله الخضر؟ حاجه غريبه بصحيح يا ناس. وايه الغريب في كده مش حياتك؟ انت بتتكلم زيه بالظبط. اقولك ايه يا جمل؟ عيني عيني يا معلم، امرك يا سيل كروان. انت مش ملاحظ حاجة يا جمل؟ زي ايه يا معلم؟ مش ملاحظ ان من يوم تموين البروتين ما تسحب ناحية البدروم وصاحبك دخل ما خرجش؟ تلاقيه بيشف الكلام اللي هو ويوضب الموال اللي حيبقى ببقك زي المفتيك. انت شايف كده يا جمل؟ قول يا رب يا معلم. يا رب. بس انت رأيك ايه يا جمل؟ في يا معلم؟ يعني بقول يعني لو ربنا يعني اكرمني والبليه لعبت معايا وبقيت اجدع مطرب في البلد، تفتكر ساعتها اخد معايا منفيسه في الحفلات ولا سيبها مطرحها جنب حله المحشي؟ اللي تشوفه يا معلم. اللي اشوفه انها احسن تبعد عن طريقي وتعتقني لاجل النبي. الله الله الله، وليه بس كده يا معلم غزال؟ لاجل باخد نفسي وافك شويه عن روحي. عين العقل عين العقل يا معلم. عايز كده ومتسحب بقى كده بشوش ناحيه بدروم ومشحاته، وبص من الشباك ابو ازاز مكسور، وشوف لي بقى ان كان صاحبك ده نايم زي العاده ولا عمال يهبر في الهبر. بس مهما كان انا غلبانه يا رسمي ومحتاجه الحق. ما اقدرش امشي في قضيه خسران. الله سمعتي يا ام شحاته. ثم انك ايه يلي كلت تمري وعصيت امري؟ ثم اني ومهما حصل مش ممكن اقدر احبس موال ولا اشنق غنوه. ايوه بس انا محتاجه وغلبانه. كفاية ان غزال الجزار الراجل الغريب الرهيب حس بمأساة قنديل واتبرع له بالتموين والبروتين لاجل ما يصمت في معركة الغنوة وسكة القهية. ايوه، وهو من يوم ما اتعرف على الجزار وهو عمال يبلع في لحمة من الصبح للمساء. طبعا الجزار غاضه من كده انه يخش تاريخ الطعام من سكة المعدة. فاكر بسلامته ان تحت القبة شيخ عشان محدش قال له ان سقنديل ده عامل زي طبل عبد الهادي منفوخ على الفاضي. بس مع كده برضه قدر يقنع الجزار بقضيته ويمشيه في سكته. بس يا ريته كان زيك، يا ريته كان نصك يا رسمي. شيء مش ممكن، مسألة مستحيلة يا ام شحاتة. مش ممكن ليه ومستحيلة ليه؟ وانتوا الاتنين شغلتكوا واحدة، الورقة والقلم. لا بس في فرق كبير، في فرق بين اللي بينظم قصايد وبين اللي بيملى عرايض. ايه؟ طب قول لي بقى ايه الفرق؟ ما كله ورق وقلم. الفرق ان قلم انا عباره عن حبر جاف، لكن قلم قنديل معمول من اعصابه، مسحوب من دم قلبه. قلبه ايه ودمه ايه؟ فاكره مش حاتة؟ فاكره لما اتنشرت له قصيده السنه اللي فاتت ازاي فرح وضحك قد ايه؟ هو الاخر بعد ما قعدنا نسقف له ونرقص له ونزغرط له قالوا الشيك ابو 30 جنيه و30 قرش. مع ان انا بسطرين بس من قلمي على اياتها عريضه ممكن اقبض اكتر من اللي قبضوا عندي، لكن هناك فرق. فرق ايه بس يا رسمي؟ فرق في المعنى، في الاحساس، في القيمه يا ام شحاته. طب تفتكر الحل ايه في بلوى زي دي؟ حل ايه بس يا ام شحاته؟ وكم من طالب يسعى لامر وفيه هلاكه لو كان يدري. والكلام ده يا ترى معناه ايه بقى يا سي رسمي؟ ممكن تقول لي؟ يا اختي عليك يا
سامع يا سنهوان دي؟ نعم. اهي دي بقى الست خفة اللي قلت لك عليها. الله 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 يا سيدي. دي بقى اللي ان شاء الله هتملى جيوبنا بالفلوس. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايوه يا سيدي، دي اكتشافي الجديد في دنيا المغنى واللي هتخلي الحياة معنى. تسلم لي يا استاذ فتح الباب، تسلم لي يا اخويا. الله 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 الله، شكرا. بقى دي اكتشافك يا فتح الباب. ايه يا سي الاستاذ، ايه يا اخويا، ما نشبهش ولا مش قد المقام؟ خلاص يا سي فتح الباب، الله. نشوف مزيكاتي غير بسلامته وطمنا مش عاجبينه يا اخويا. لا 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 لا، طولي بالك بس يا ست خفه. طريق الفن زي ما قلت لك مش مفروش بالورد، ولازم تستحملي وتكتمي لمؤاخذه الاه. نعم يا اخويا، اكتم الايه؟ الاه ليه؟ واستحمل ليه وانا اللي بصرف عليكم بفلوس؟ الله الله، ولو ان كلامك جارح يا ست خفه، لكن باين عليكي بسم الله ما شاء الله موهبه هايله وكلك فن في فن. جرأة يا أستاذ، كمل أول يا سنهوان دي يا أختي. مع إنك من اكتشاف الفنان فتح الباب. وليه لا يا سنهوان دي، وأنا الوحيد اللي في الوسط الفني. أيوة. اللي ممكن يشم الموهبة وهي على بعد 1000 كيلو. يا سيدي يا سيدي، على العموم أنا تحت أمركم. ثم أنا مش أول واحد اكتشفت فن ست خفة. لأن اللي اكتشفها قبلي. أيوة. عم أحمد بتاع الفول اللي كان بيقف قدام بيتها في الحارة. أنعم وأكرم. أنعم وأكرم على عم أحمد بتاع الفول. إيه يا أخويا، إيه؟ ساعة ما جيت مفيش حاجة عجباك. الله. كمان عم أحمد بتاع الفول مش عاجبك يا سنهوان دي؟ الله. طب لحد كده بقى وخلص الكلام، يلا بينا يا فتح الباب. غدا الغنوة في البدروم. أحمد أبو زيد، يوسف رجائي، ويوسف عيد. الموسيقى ميشيل المصري. التسجيل والمونتاج رضا علي وبهاء الدين مصطفى. المخرج المساعد نجلاء فوزي. الغنوة في البدروم، تأليف محمد السيد سالم، إخراج عايدة عبدالله.